مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج ملفات. فيها نستعرض كل ما شهدته الساحه الداخليه من احداث وانجازات تسعى القياده الى تشهيدها على ارض الواقع. مشهد ما يتصدره الجهود التي تواصل القيادة السياسية بذلها من أجل دعم المشروعات التنموية في سيناء وتوجيه الدوائر الحكومية بمتابعة كل ما يجري تشييده على أرض الفيروز. للحديث عن أرض التجلي الأعظم والمشروعات التي سيتم تنفيذها والجهود المبذولة من أجل أن تصبح سيناء الغد الأجمل والأكبر جذبا للسائحين والمستثمرين وأثر ذلك على الاقتصاد بصفة عامة، يسعدنا أن يشرفنا داخل الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد زغلول، نائب رئيس تحرير جريدة روز اليوسف المسؤول عن الملف الاقتصادي في الجريدة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا. تعالوا نستهل حلقتنا بتقرير الزميلة نهى أفكار اللي بتضعنا فيها في أهم المحاور في لقاء الليلة مع ضيفنا الكريم. سينا والصدين للإرهاب اللي موجود مش منعنا ومش حيمنعنا ان احنا نعمل تنمية حقيقية لسينا. قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق، ولكن عشان اهميتها الاستراتيجية. انا بس حبينا ان احنا نبقى منتبهين قوي لده، ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصريين، ان احنا بلدنا وبنخلي بالنا منها وهنحافظ عليها ومحدش هيقدر ياخدها. إيمانا بأهميتها الاستراتيجية وعرفانا بتضحيات أهالي سيناء عبر التاريخ، تواصل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خطواتها الجادة لتنمية أرض الفيروز بمختلف أجهزتها ومؤسساتها. إنجازات تحققت على أرض الواقع مما سلط الضوء على الرؤية الدولية لجهود الدولة المصرية في تنمية سيناء، حيث ذكرت الأمم المتحدة أن الاستثمارات العامة زادت بالبنية التحتية لمنطقة سيناء إلى جانب مشروعات النقل والإسكان، ما دعم استقرار سيناء وتنميتها وانخفاض الحوادث الإرهابية بها. مئات المشروعات القومية الكبرى بمختلف المجالات تنوعت بين مشروعات قومية واستثمارات ضخمة وتوفير فرص عمل للشباب من أهالي سيناء على أرض الفيروز. ومن بين هذه المشروعات تنفيذ الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، وهي أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية وأنفاق الثالث من يوليو جنوب بورسعيد ونفق الشهيد أحمد حمدي الثاني، والتي تعتبر شرايين حياة جديدة لربط سيناء بجميع أنحاء مصر بالتزامن مع استكمال منظومة الكباري العائمة والتي تنتشر على طول الخط الملاحي لقناة السويس لخدمة المناطق السكانية والتجارية والحيوية بين الشرق والغرب. كما تم العمل على إنشاء شبكة واسعة من الطرق ضمت إنشاء 26 طريقا بلغت أطوالها 2022 كيلو مترا. وفي مجال البنية التحتية تم تطوير مطار البردويل الدولي للأغراض المدنية، إضافة إلى تطوير مطار العريش الدولي وجار تطوير ميناء العريش البحري ورفع كفاءته ليضاهي الموانئ الأخرى على ساحل البحر المتوسط. وفي مجال الري يأتي مشروع تنمية سيناء واستصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه امتداد ترعة السلام ترعة الشيخ جابر الصباع بمنطقة شمال سيناء، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال البنية القومية لإيجاد مجتمع زراعي صناعي تنموي جديد ومتكامل، فضلا عن مواجهة التهديدات الخاصة بندرة المياه. وتم تشييد محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي خلال عام واحد، وهي واحدة من أكبر محطات معالجة المياه بالعالم. أما على صعيد مشروعات السكك الحديدية التي تشمل مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العالمين مرسى مطروح سفاجة، ويشمل 22 محطة، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 160 مليار جنيه. وفي المجال الصحي تواصل الدولة في تنفيذ أعمال التطوير والتجهيزات للمستشفيات والوحدات الصحية، وهي تجهيزات مستمرة في محافظة جنوب سيناء. وعلى مستوى المشروعات السكانية اتجهت الدولة لإنشاء مدن جديد وتم تزويدها بجميع الخدمات التي يحتاجها المواطن،
مثل مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، كما تم إنشاء تجمعات عمرانية جديدة مصممة على أحدث التقنيات شمالا وجنوبا. ويأتي على رأس المشروعات الكبرى التي تشهدها سيناء مشروع التجلي الأعظم الذي يعد المشروع الأكبر على مستوى العالم الذي يجمع الديانات السماوية في منطقة واحدة ويتميز بموقعه الفريد على مستوى العالم. وهكذا تواصل الدولة جهودها في تعمير سيناء بإقامة مشروعات قومية وخدمية متنوعة ستغير ملامح وواقع أرض الفيروز التي يتواصل التعمير على أرضها. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، برحب مره جديده بضيفنا داخل الاستوديو الاستاذ احمد عزوز الكاتب الصحفي نائب رئيس تحرير جريده روزا اليوسف المسؤول عن الملف الاقتصادي في الجريده. وخلينا نتكلم عن سيناء، ان احنا يمكن منذ تحريرها بالكامل واستبداد مصر لكامل ترابها واراضيها، انها طبعا زي ما كنا عارفين انها لم تجد يعني كامل الاهتمام والرعاية، منها ظلت انها مجرد منتجعات سياحية متفرقة يقتصر على شرم الشيخ وشمال سيناء وحاجات بسيطة. لكن في عام الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني وضع شبه جزيرة سيناء على مسار التنمية الحقيقية واطلق الخطة الشاملة لتنمية سيناء، حضرتك شايف ده ازاي؟ هو طبعا مبدئيا يعني من حوالي 8 سنين فاتوا كل العمل في الملفات الاقتصادية المختلفة في البلد اختلفت تماما عن قبل كده. يعني قبل كده احنا لو بنتكلم على سيناء فاحنا بنتكلم ايضا على مناطق تانية زي الصعيد والمناطق المهمشة وغيره، كان في اكثر من مناطق يعني لا تجد الرعاية المناسبة ولا تجد المشروعات التنموية اللي تقدر تنهض بهذه المناطق. وطبعا كان من بين هذه المناطق منطقة شبه جزيرة سيناء، وبرغم ان احنا كلنا معترفين ان هذه المنطقة مهمة جدا بالنسبة للأمن القومي المصري وايضا مهمة اقتصاديا، لان هي تقريبا تمثل مثلا 6% من مساحة مصر، حوالي يعني تتجاوز 60,000 كيلو متر مربع، منطقة يعني غنية بالثروات وغنية بالفرص اللي ممكن يتم تنفيذها عليها، سواء مشروعات سياحية سواء مشروعات صناعية مشروعات زراعية، ولكن للأسف ما كانتش بتجد الرعاية المناسبة قبل كده. ولكن مع بدء تنفيذ رؤية اقتصادية شاملة بالنسبة للدولة والاقتصاد الدولة علشان نقدر ننهض دي بالشكل المناسب، كان لابد انه هذه المنطقة يعني تلقى الاهتمام المناسب لأهميتها بالنسبة يعني كجزء مهم بالنسبة للأمن القومي وأيضا مهمة من الناحية الاقتصادية. ما ننساش ان طيلة السنوات اللي فاتت كان في دايما مواجهه مع الفكر التكفيري والارهاب في هذه المنطقه المهمه، وساحه خصبه بقى يعني صحيح، ومع ذلك التنميه كانت مستمره على قدم وساق في كافة ربوع سيناء. زي ما حضرتك ما ذكرت كده او زي ما ذكرته كمان في التقرير التقديمي، انه في 8 سنين تم انفاق حوالي 700 مليار جنيه على منطقة سيناء من اجل تنميتها، ده رقم كبير جدا وغير مسبوق لهذه المنطقة او اي مناطق اخرى في مصر. والدليل على ده انه قبل كده اللي هي في مجلة 2013-2014 في حدود كان الاستثمارات الموجهة لهذه المنطقة لا تزيد عن 6.5 مثلا مليار جنيه، كان رقم قليل جدا. لو قارناه دلوقتي المتوسطات دلوقتي مثلا سنويا 45 أو 50 مليار جنيه سنويا، فأعتقد أنه اختلاف كبير جدا، زيادة مهولة بالنسبة لمكان والوضع اللي أصبحت عليه في الوقت الراهن. طبعا هذه المشروعات مش مجرد رقم، ولكن ايضا اي حد متابع هيبص يلاقي انه الدوله اشتغلت على كافه الملفات وكافه المحاور الخاصه بالتنميه في سيناء، سواء مشروعات سياحيه سواء مشروعات زراعيه سواء مشروعات صناعيه، ايضا مد الانفاق الى سيناء من شرق بورسعيد علشان يبقى فيه مرور
التطوير بشكل ايسر لسيناء، وعلشان نقدر ندخل مستثمرين يقدروا يعملوا استثمارات هناك، لان طبعا كان في مشكله بالنسبه للمرور، سواء مثلا الشاحنات او اللي هي السيارات بتاعه نقل البضائع وغيره، كانت كل هذه حضرتك شايف ازاي البنيه الاساسيه اللي اتعملت في شبه جزيره سيناء في فتره في خلال 8 سنين اللي فاتت، وحضرتك شايف ازاي تم ربط شبه جزيره سيناء بالدلتا؟ يعني ده مهم جدا، انها كانت الحقيقه تكاد تكون هي معزوله تماما او دوله تانيه غير خالص. صحيح. زي ما بكلم حضرتك في مساله الانفاق اللي تم طبعا انشائها، وكانت تكلفتها كبيره جدا، ولكن الدوله حرصت على انه لازم يتم ربط سيناء بالدلتا، وهذا الربط يكون قادر على انه يخلق تنميه في سيناء، وعلى انه يساعد في انه يزود حجم الاستثمارات بالشكل المأمون لهذه المنطقه، ما تبقاش منطقه يعني نقدر نقول منفصله عن الدوله بشكل او باخر، ولكن هي تبقى امتداد لشرق بورسعيد وبعد كده امتداد للدلتا. ففي تصوري ان هذه الانفاق ساهمت بشكل كبير جدا في انه نبني عليها استثمارات كبيره، وان الدوله تبدا تروج للاستثمار في سيناء سواء شمال او جنوب سيناء بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضيه. وكان من ضمن الحاجات المهمه ايضا ان احنا في هذه المنطقه بننشئ 3 مراكز لخدمه المستثمرين، دول علشان يعني يستقبلوا المستثمرين، يشوفوا ايه طلباتهم ويقدروا ينشئوا لهم الشركات المناسبه ليهم، وتبقى الامور بشكل ايسر وبسرعه كبيره. فاعتقادي ان ده كان مهم جدا. لو احنا بنتكلم على البنيه التحتيه علشان نقدر مثلا ننمي شمال سيناء ونزرع مساحه كبيره جدا فيها، لان مثلا في منطقه يعني تقدر بحوالي مثلا 500,000 فدان كانت مؤهله للزراعه، ولكن ما كانش عندنا ميه تكفي لزراعه هذه المنطقه. الدوله عملت اللي هو محطه معالجه بحر البقر، هذه المحطه هي الاكبر عالميا، ومن خلال هذه المحطه بدات تنميه 500,000 فدان في شمال ووسط سيناء. فاعتقادي ان هذا المشروع يعني فور اكتماله هيبقى فارق بشكل كبير جدا بالنسبه للانتاج الزراعي في مصر بصفه عامه، وايضا تحقيق فرص عمل كبيره لابناء سيناء، وتحقيق تنميه كبيره سواء زراعيه او صناعيه، لان احنا كلنا عارفين انه المشروعات الزراعيه دايما بينبني عليها صناعات ومجتمعات صناعيه ومجتمعات ايضا كمان سكنيه. يعني قلنا ان وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه في تقرير لها اعلنت عن حجم المشروعات، هنتكلم في مشروعات مزمع تنفيذها بتبلغ قيمه الاستثمارات العامه الموجهه فيها في محافظه شمال سيناء في خطة 2022 6 مليار جنيه بنسبة زيادة 47% عن عام 2021. أهم المشروعات في مناطق فيها طبعا مشروعات ما بين مناطق صناعية وبينها ما بين 275 ما بين أيضا فرص استثمارية على الخريطة الاستثمارية، وفي أيضا ثروة سمكية في شمال العريش، وأيضا هنخش بعد كده على المؤتمر، نسيب حضرتك العالي على جنب لوحده، مؤتمر كاب 27. تمام. هو طبعا احنا لو هنتكلم على الخطه الاقتصاديه اللي بتطلقها وزاره التخطيط سنويا وبيتم اعتمادها، انا عايز اقول انه طوال السنين اللي فاتت كان في اهتمام كبير جدا بانه هي الوزاره دايما بتتلقى المشروعات اللي محتاجاها كل محافظه او اللي بتنفذها كل وزاره، وبيتم تدارس هذه المشروعات بشكل كويس علشان نقدر نقول انه هذا المشروع يستحق ان احنا ندخله هذا الاعتمادات المخصصه ليه في هذه السنه، ولا ممكن ناجله لسنه ثانيه او غيره. انا عايز اقول انه يعني لاحظت ده ولمسته لدى الوزاره، كان في اهتمام كبير جدا بانه اي مشروعات خاصه بسيناء بيتم طرحها من جانب الوزارات او من جانب حتى محافظه شمال سيناء او جنوب سيناء، كان بيتم ادراجها بشكل جيد في الخطط الاقتصاديه وتحت الاعتمادات الخاصه بها. ففي تصوري انه كمان في ده نبع عن ان القياده السياسيه سياده الرئيس دايما توجيهاته بان هذه المنطقه اي مشروعات ممكن تسهم في تنميتها لابد من الاسراع في تنفيذها. يعني لا يمكن هتلاقي مثلا مشروع في شغال في سيناء
مثلا ممكن يؤجل او ممكن الفتره الزمنيه بتاعه تنفيذه تزيد شويه ولا حاجه؟ لا يعني في التزام وانضباط بشكل كبير جدا في تنفيذ المشروعات الخاصه بسيناء، وده اهتمام زي ما بنقول يعني من راس الدوله ل يعني للوزارات وكافه الجهات التنفيذيه الخاصه بهذه المشروعات والخاصه بالخطه الاقتصاديه والاجتماعيه للدوله. الحقيقه يعني احنا عندنا موضوع مهم جدا، وهو احنا جايين في نوفمبر المقبل ان شاء الله مؤتمر المناخ. المؤتمر ده هيخلي مؤتمر عالمي، وانه هيخلي مصر محط الانظار العالميه خلال شهر نوفمبر، وهيكون على ارض سيناء، وهو كاب 27. حضرتك شايف ده ازاي هيكون مردوده اقتصاديا؟ هو طبعا مؤتمر المناخ اللي هيتم تنظيمه في شرم الشيخ هو مؤتمر مهم جدا، وفي اعتقادي ان كل مصر يعني تنجح في انها تستضيف هذا المؤتمر، فده نجاح كبير جدا للدوله. احنا كمان يعني لو هنربطه بالاجراءات اللي بتتخذها الدوله في مساله المناخ والحفاظ على البيئه طوال الفتره اللي فاتت، هنلاقي انه هو يعتبر مهم جدا بالنسبه للدوله المصريه، لان احنا في الفتره الحاليه في احيانا بتبقى في او يعني في مشكله في مساله النقد الاجنبي الخاص بالدوله، وده ناتج عن الازمه الروسيه الاوكرانيه وتبعات ازمه كورونا. في ظل هذه المشكلات اللي هي بتواجه الدوله، الدوله طبعا دايما بتسعى انه حتى يكون في تمويلات تنمويه جايه من مؤسسات دوليه زي البنك الدولي، زي الصندوق، زي يعني في اكتر من مؤسسات، حتى في مؤسسات بتنفذ مشروعات هذه المؤسسات التنمويه زي مثلا بنك التنميه الاسيوي، البنك الاسلامي للتنميه وغيره. هذه المؤسسات بتهتم وبتحرص على انه المشروعات اللي بتمولها في الوقت الراهن تكون مشروعات خضراء بتراعي البيئه. انا عايز اقول انه مصر مهتمه في الخطط الاستثماريه بتاعتها مؤخرا بالمشروعات الخضراء اللي هي بتحافظ على البيئه بشكل كبير جدا، لدرجه انه احنا بنسعى انه خلال سنتين ثلاثه اللي جايين يكون هذه المشروعات حجمها من اجمالي المشروعات اللي بيتم تنفيذها تتعدى ال 40% من اجمالي المشروعات اللي شغاله في مصر. ففي اعتقادي انه احنا كنا كمان بنستضيف هذا المؤتمر، فاحنا يعني بنلقي الضوء على يعني هنقدر من خلال نلقي الضوء على كم هذا المشروعات الهائل اللي بيتم تنفيذه. ولذلك فهذا المؤتمر من شانه انه كمان يساعدنا في ان احنا نجتذب عدد كبير من المستثمرين ونجتذب استثمارات ضخمه في المشروعات اللي احنا بالفعل دلوقتي بنعملها متوافقه مع المقررات الدوليه فيما يتعلق بالحفاظ على البيئه، وانها تكون مشروعات خضراء تحافظ على البيئه بشكل عام. يعني لو احنا قلنا انه اسمها لها اهميه استراتيجيه طبعا، وانها يعني بتربط تبادل مصر الشرقيه بالدلتا، وده جعل مدن القناه امتداد طبيعي لوادي النيل، وده ظلل عقبات كتير قدام فرص الاستثمار. حضرتك شايف انه طبعا الدوله خصصت جزء كبير من ميزانيتها لهذا الارض، هل شايف انه احنا بدانا ندخل في مرحله انه سيناء بقت تجذب اولا استثمارات ده بشكل ما، وبتجذب يعني عماله انها ما بقتش طارده العماله، بقت هي تجذب عماله لها، الناس تطلع من قراها تروح سيناء؟ والله بصي، هو فتره من الفترات كانت سيناء طارده للعماله بشكل كبير جدا، وكان حجم فرص العمل المحققه فيها كانت قليله جدا بالنسبه او بالمقارنه بمحافظات تانية في مصر. ولكن في الفتره الاخيره ومع المشروعات اللي احنا بنتكلم عنها، سواء مشروعات صناعيه، مشروعات زراعيه، عندنا مشروعات تطوير بواني، عندنا مشروعات زي ما حضرتك ما قلتي القطار اللي هو الكهربائي السريع اللي بيتم تنفيذه هناك، كل هذه المشروعات مشروع التجلي الاعظم، ده مشروع ده يعني لازم يلقى عليه الضوء بشكل تفصيلي، لانه هيكون يعني مشروع محوري لمصر خلال الفتره الجايه، يقدر يجذب عدد كبير جدا من السياح، بيتم استثمار 4 مليار جنيه فيه في الوقت الراهن علشان يتم تنفيذه بشكل كبير جدا، هيبقى مزار روحاني وبيئي وحاجه يعني نقدر نقول عنصر تتباهى بيه مصر
امام العالم فيما يتعلق بالسياحه الدينيه يعني. كل هذه المشروعات اللي بيتم تنفيذها طالما وجدت المشروعات وطالما الدوله بتضخ استثمارات فده بيخلق فرص عمل. ففي اعتقادي انه زود حجم فرص العمل المتاحه لابناء سيناء في هذه المنطقه. خاصه انه لو احنا كمان بصينا ل المناطق المجاورة زي مثلا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هذه المنطقة تجتذب عدد كبير جدا من أبناء سيناء للعمل في المناطق الصناعية الموجودة والمناطق اللوجستية اللي بيتم تنفيذها وإعدادها خلال الفترة أو للفترة المقبلة. أيضا المواني اللي تم تطويرها زي ميناء شرق بورسعيد وغيره، كل هذه المناطق اللي تم تطويرها وكل هذه المشروعات اللي بيتم تنفيذها بتخلق فرص عمل كبيرة. أعتقد أنه إحنا خلال السنين اللي جاية ممكن نلاقي أنه هذه المنطقة جاذبة بشكل كبير جدا لأبناء الدلتا وأبناء المحافظات الأخرى علشان قريب يستثمروا بالفعل عشان يستثمروا عشان يشتغلوا في سواء جنوب سيناء أو شمال سيناء، لأنه الوضع هناك بقى أكثر أمانا من ذي قبل يعني بالنسبة للعنصر الأمني، في استقرار أمني بشكل كبير بالمقارنة بسنوات فاتت. طبعا ما زال الحرب على الإرهاب شغالة، ولكن التنمية دايما بتضحى بالإرهاب. يعني طالما خلقت فرصة عمل، طالما عملت مشروع، طالما وصلت للناس، حسنت دخلهم، حسنت معيشتهم، انت بتطردي الإرهاب من وسطهم وتقدري تواجهيه من خلال التنمية الاقتصادية أيضا، إلى جانب طبعا المواجهة العسكرية اللي بتتم مع العناصر التكفيرية اللي موجودة هناك. فأعتقد أن التنمية هتساعد الدولة بشكل كبير جدا علشان نقضي على الإرهاب في هذه المنطقة. هي أحد الأسلحة الرئيسية في المواجهة دي. طبعا طبعا. إحنا نتوقف مع هذا التقرير لزميل أشرف عبد المقصود بيواصل فيه الحديث عن سيناء أرض الفيروز والمستقبل المشرق إن شاء الله. لكونها قطعة غالية من الوطن وأرض التاريخ والبطولات، وتراثها معبق بدماء الشهداء وأرضها شرفت بخطى الأنبياء وبالتجلي الأعظم، فقد حظيت باهتمام القيادة السياسية ووضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قائمة الأجندة الرئاسية منذ توليه للسلطة منذ أكثر من 8 سنوات. فقد أصدرت توجيهات بأن تشهد أرض الفيروز اهتماما يعوض سنوات الإهمال، وتنفيذا لهذه التوجيهات كان لتنمية سيناء حجم كبير من ميزانية الدولة لإنشاء المشروعات الجديدة ومد المزيد من الطرق، إضافة إلى إصلاح وصيانة طرق وممرات رئيسية قائمة. وامتدت يد الاهتمام الحكومي لكل مكان في أرض الفيروز لتشهد طفرة متميزة من تشييد مشروعات تنموية وشق الطرق وإقامة الكباري وسلسلة من الأنفاق تربط سيناء بالدلتا وتصبح جسرا تنمويا جديدا يسهم في جذب الاستثمارات والمستثمرين. وعملت الأجهزة الحكومية على إنشاء مناطق لوجستية لجعل محور قناة السويس قبلة لحركة التجارة الحديثة ومقصدا المستثمرين من كل صوب وحد. سنوات من البناء والعطاء تتواصل معها سنوات من التخطيط والمتابعة لنصل إلى مشروعات مهمة جاري العمل فيها، من بينها تطوير مطار شرم الشيخ وفقا للبرنامج الزمني، تمهيدا لجاهزية استقبال صالة المطار لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر قمة تغير المناخ المقرر في نوفمبر القادم. وفي هذا السياق تتم أعمال التوسعة والتجميل وأعمال الانترلوك والإنارة والتطوير للطرق الداخلية بمدينة شرم الشيخ، وأعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد 6 ميادين رئيسية هناك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. جهود متواصلة وخطط ممنهجة تكلل وتزيد من جمال أرض الفيروز سيناء، مهبط الرسالات والبطولات التاريخية ومقصد السائحين وأجمل بقاع العالم كافة. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، برحب مره جديده بضيفنا داخل الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ احمد زغلول نائب رئيس تحرير جريده روز اليوسف المسؤول عن الملف الاقتصادي في الجريده. طبعا استاذ رئيس في كل مناسبه بياكد على دور القطاع الخاص وانه زراعه مهم جدا من اجر واتمنى يكاد يكون هو زراعه رئيسي في مصر حاليا، وفي تعاون من القطاع العام طبعا لم يعد كالسابق، ولكنه يعني القطاع الخاص هو يعني ينال نصيب الاسد من التنميه. حضرتك شايف ازاي القطاع الخاص في سيناء الحبيبه؟ هو مبدئيا زي ما حضرتك ما بتقولي كده في اهتمام كبير جدا بالقطاع الخاص، خاصه ان احنا كمان بننفذ الجزء الثاني من برنامج الاصلاح الاقتصادي وهو الاصلاح الهيكلي.
الاصلاح الهيكلي ده يعني في جزء كبير منه بيدعو الى انه يعني ترتبي الاوضاع بحيث انه القطاع الخاص يعني يحصل على حصه اكبر من المشروعات، وانك تيسري له الاجراءات علشان يقدر ينمو بالشكل المناسب خلال الفتره الجايه. نعم. الدولة طبعا بتعتمد على القطاع الخاص، في حتى الخطط الاستثمارية بتاعتها بتبقى دايما حاطة القطاع الخاص، حاطة له جزء من الاستثمارات المستهدفة كل سنة. ولكن لما نيجي نبص على القطاع الخاص مثلا في سيناء ونتكلم عنه، يعني لا يمكن اتكلم عنه بمعزل عن او بمعزل عن المشروعات اللي بيتم تنفيذها من جانب الدولة. لان احنا لما نقول مثلا ان احنا بنعمل المشروع محطة تحلية بحر البقر اللي هي هتنمي 500,000 فدان، نص مليون فدان، هي حاجة تقصد اللي هي صرف زراعي؟ صرف زراعي، صرف زراعي، نص مليون فدان. هذه يعني هذه المساحة الكبيرة جدا يعني لم تستصلحها الحكومة، ولكن بيتم طرحها للقطاع الخاص، للمستثمرين في القطاع الخاص علشان يقدروا ينموا ويقدروا يستصلحوا جزء كبير جدا من هذه الأراضي. فاعتقادي أنه هذا المشروع مهم جدا. أيضا لما نيجي نطور المواني زي ميناء شرق بورسعيد، لما نيجي نعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونؤهلها ما تجتذب يعني عدد كبير جدا من المستثمرين والمناطق الصناعية، فاحنا كل ده احنا بنمهد الارض علشان تقدر تجتذب استثمارات جديده في كافه القطاعات. لما نعمل ثلاث مراكز لخدمه المستثمرين في منطقه سيناء، فمعنى ذلك ان احنا مهتمين بها بشكل كبير جدا. يعني احنا بصينا مثلا القاهره فيها يعني حاله الاستثمار هي اللي فيها مركز خدمه المستثمرين، ومن خلاله الناس بتقدر تعمل الشركات بتاعتها وتقدر توفي احتياجاتها. في مثلا بيبقى في ثلاث محافظات لهم مركز خدمه المستثمرين واحد، ولكن في سيناء في ثلاث مراكز لخدمه المستثمرين هناك علشان يقدروا يتلقوا المستثمرين ويقدروا يفحصوا لو حد عنده شكوى، يقدروا ياسسوا لهم شركاتهم بالشكل المناسب وبالسرعه المطلوبه. فاعتقادي انه ده كله اجراءات الدوله بتساعد انه القطاع الخاص يدخل ياخد فرصته في انه ينمي هذه المنطقه وانه يربح من وراء التنميه، لانه احنا مشروعاتها كبيره جدا. طبعا القطاع الخاص لما نتكلم عن القطاع الخاص في المشروعات السياحيه، فطبعا ده يعني في وجود ليه كبير جدا، سواء مثلا في جنوب سيناء كل الفنادق او اغلب الفنادق طبعا قطاع خاص، والمشروعات السياحيه بصفه عامه بتستقطب، او منطقه جنوب سيناء يعني بتستقطب القطاع الخاص من زمان، مع سياحة كتير كمان ومتعددة. صحيح. مع تعافي السياحة في الفترة الأخيرة ما شاء الله بنجد انه عاد الاقبال السياحي بشكل كبير والاجالات عادت بشكل كبير. بالفعل. لكن الدوله طبعا زي ما احنا تم الاشاره في التقرير انها ما هي بنفسها لا توفي القطاع السياحه، مش بتعتمد فقط على القطاع الخاص، لكن هنا كنا اتكلمنا على مشروع التجلي الاعظم في محافظه جنوب سيناء انها بتقوم بهذا المشروع، وايضا قامت بترميم كنيسه استفانوس داخل دير سانت كاترين. صحيح. اعتقد ده عمل ووادي الراحه، ايضا مشروع وادي الراحه، اعتقد ده دي مشروعات طبعا مشروعات زي ما قلنا مشروعات كبيره، ولو يعني لو احنا اصطفينا مشروع منهم زي مشروع التجلي الاعظم كده بنتكلم عنه، الحقيقه صحف العالم كلها كانت يعني القت الضوء على هذا المشروع على اعتبار ان هو مشروع كبير جدا، يعني بينافس مزارات دينية كبرى في المنطقة، يعني ممكن يبقى جاذب للي هو السياحة الروحية انه الناس تيجي في هذه المنطقة، لان طبعا المنطقة اللي هي فيها التجلي دي منطقة مهمة جدا، فيها طبعا مشروعات كتيرة جدا، سواء مشروعات فندقية، مشروعات سكنية الدولة بتنفذها، في مشروعات زي مثلا ممشى سيدنا موسى وجبل التجلي، وكل هذه المناطق بيتم الاستثمار فيها، الدولة حاطة فيها حوالي 4 مليار جنيه علشان تقدر تخليها في أبهى صورة، علشان تقدر تجتذب حركة السياحة ليها بشكل أكبر. فاعتقادي أن هذا المشروع يعني هيبقى علامة فارقة خلال الفترة الجاية، ومع المصارعة في الانتهاء او نهو كل المشروعات الخاصة بيه او كل الحاجات اللي بيتم تنفيذها فيه، هيبقى حاجة مهمة جدا،
وهنجد اقبال كبير جدا من السائحين عليه. وبعد كده ممكن كمان مشروع زي ده هتلاقي ان القطاع الخاص يهتم بعد كده انه يتواجد مثلا فندقيا، يتواجد في مشروعات سياحيه مختلفه حواليه، لان هذه المنطقه ايضا ممكن تجتذب مستثمرين في مجال السياحه بشكل كبير جدا خلال الفتره الجايه. يعني احنا ان هو يكون دعايه، لان احنا عندنا الحقيقه احنا عندنا المقومات بس ما عندناش الدعايه. يعني احنا عندنا مصر المشروع في سيناء الحقيقه مزار للمسلمين وللمسيحيين واليهود. صحيح. فقعده بس ما بينقصها دائما اشاره ليه في بعض الصحف الاجنبيه انه ثاني او ثالث مزار ديني، يعني هو الاكثر اهميه. يعني طبعا ده امر مهم جدا، معناه انه نقدر من خلاله نجتذب عدد كبير جدا من السائحين بكل الديانات. وايضا بتبقى في مشروعات حاجات خاصه بالاستشفاء وعندنا في نفس المكان بيتم تنفيذ مشروعات ايضا ملحقه بيه. ففي اعتقادي ان هو هيبقى حاجه متكامله. طبعا احنا عندنا محميات طبيعيه طبعا، محميه راس محمد، وعندنا اماكن نادره بالنسبه وانواع مختلفه جدا من السياحه وانواع من الغطس وانواع ان احنا بس مش بنعمل عندنا كافه لغايه دلوقتي لم نقوم بالدعايه الكافيه لسيناء لوحدها. احنا قلنا بالدعايه، هو بس كان في المشكله الامنيه اللي موجوده في شمال سيناء، هي دي اللي كانت عائق كبير جدا في مساله اجتذاب استثمارات او حتى يبقى فيها سائحين او غيره بالشكل المناسب. ولكن في الوقت الراهن ومع تطور الوضع، ان احنا بنحكم القبضه الامنيه بشكل كبير وان احنا بنعمل مشروعات فيها مختلفه، ففي اعتقادي انه سيناء كلها هتقدر انها تكون يعني نواه للتنميه في مصر بصفه عامه. يعني الحقيقه يعني احنا بنجد في نوع من انواع الدعم موجود على مستوى الصحه وعلى مستوى الرعايه الاجتماعيه من سيطره كل يعني لكل المستويات لكل مصر. لكن سيناء وجدت هذه الرعايه فيما يتعلق بطبعا المبادرات الصحيه والمبادرات الاجتماعيه وايضا التعليم. نحن وجدنا عدد من الجامعات بقت موجوده في سيناء، وده هيديلها شكل من اشكال نقول دخول لعالم ثاني او لمرحله جديده من الانفتاح على سيناء. طبعا هو دايما انا زي ما بقول لحضرتك كده، دايما هي الخطه الاقتصاديه الاجتماعيه بتبقى شامله الجانب الاجتماعي ايضا والنفقات الخاصه بيه. فمشروعات اللي هي الخاصه بالتعليم والمبادرات الخاصه بالصحه دايما بيتم الاهتمام بشكل كبير ايضا بمنطقه سيناء، لان احنا طالما بنعمر مكان وعايزين انه ما يبقاش فيه هجره من ابنائه للمناطق الاخرى من الدوله، بالعكس احنا عايزين يبقى مكان جاذب، فلازم نحشد كل الطاقات والامكانيات، سواء الامكانيات الخاصه بالبعد الاجتماعي والبعد الصحي وايضا البعد الاقتصادي. فسيناء طبعا كانت ضمن المحافظات او المناطق اللي شهدت اهتمام كبير جدا فيما يتعلق بفتح مستشفيات جديده في السنوات الماضيه، ايضا تطوير المدارس كان ايضا في اهتمام كبير جدا بهذه المنطقه، والجامعات ايضا كان ليها حصة كبيرة من الاهتمام. يعني لو احنا اتكلمنا على نطاق مهم جدا، يعني نطاق الزراعة، الزراعة والمجتمعات الجديدة، في يعني 400 ألف فدان وإقامة مجتمعات زراعية صناعية، هناك أيضا تم زي ما حضرتك أشرت لمشروعات لتنقية المياه. ده ممكن ازاي يكون علامة فارقة في وجود سيناء وان هو ينتقل بها الى مرحلة جديدة؟ صحيح، حضرتك ذكرتي انه في 400 الف فدان. دي المفترض انه بيتم تنميتها وزراعتها من خلال ترعة السلام ومن خلال الابار الجوفية. انا قلت لحضرتك وذكرت في اول اللقاء انه في 500 الف فدان الى جانب 400، دول من خلال اللي هو محطه معالجه بحر البقر، هيتم ايضا تنميتها خلال الفتره المقبله. فاذا عندنا حوالي 900 الف فدان او ما يقرب من المليون فدان بيتم تنفيذهم او بيتم استصلاحهم في وسط وشمال سيناء. دي مساحه كبيره جدا، يعني مليون فدان او 900 الف فدان مساحه كبيره جدا، يعني تقدر انها تعمل طفرة زراعية بالنسبة للدولة، خاصة ان هذه المناطق
تجود فيها زراعة مثلا القمح، المحاصيل اللي ممكن تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة. في اعتقادي ايضا انه المشروعات زي ما قلنا المشروعات الزراعيه دايما بيبقى ملحق بيها مشروعات صناعيه زراعيه مثلا، اللي هو يعني المشروعات الصناعيه اللي بتعتمد على الزراعه مصانع المواد الغذائيه بصفه عامه يعني. ففي تصوري انه الاهتمام بالجانب الزراعي في سيناء خلال السنوات الماضيه هنلاقي نتاجه بشكل كبير ومؤثر خلال الفتره المقبله فيما يتعلق بتحقيق الامن الغذائي للدوله. احنا هنتوقف مع هذا التقرير لزميلنا ناصر علي ونرجع لحضرتكم تاني. وضعت الدولة المصرية شبه جزيرة سيناء على مسار التنمية الحقيقية منذ إطلاقها للخطة الشاملة لتنمية أرض الفيروز، حيث عمدت إلى إطلاق العديد من المشروعات القومية العملاقة وغير المسبوقة لتشمل مختلف القطاعات وتوفير أشكال الدعم والحماية الاجتماعية كافة لأهالي سيناء. أولى الدولة المصرية اهتماما خاصا بشبه جزيرة سيناء باعتبارها أمن قومي، وبنفس الوقت اعترافا بتضحيات أهلها. فمنذ عام 2014 رصدت الدولة أكثر من 700 مليار جنيه لعمل التنمية الشاملة من خلال تنمية زراعية وصناعية وزراعية وبنية تحتية وتعليمية وربط سيناء بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية من خلال العديد من الأنفاق والكباري وعمل تجمعات زراعية وتنمية المطارات وميناء العريش البحري، وكل ذلك ليخدم أهداف التنمية المصرية الشاملة. ولا زال العديد من المشروعات التي يجري العمل بها حتى تاريخه من خلال تجمعات بدويه وصناعيه وزراعيه وجميع مناحي الحياه. هذه المشروعات تجذب العديد من الاستثمارات سواء من داخل مصر او خارج مصر، وفي الاولويه ابناء سيناء. كما تعلم ان شبه جزيره سيناء يمكن ان تساهم في حل مشكله الزياده السكانيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه، وكل ذلك يرجع الى المواطن السيناوي بالرخاء والتنميه والعديد من فرص العمل. نهج جديد تتبناه الدولة حاليا لتطوير سيناء بمشاريع خدمية واقتصادية متنوعة، كانت الأولوية فيها لمشروعات البنية التحتية من طرق وأنفاق وغيرها لتربط شرق القناة بغربها، والتي كانت حجر الأساس لجذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن إنشاء العديد من المشروعات السكنية والخدمية التي تلبي احتياجات أبنائها. الآن الدولة المصرية تسعى بكل جهد لإرساء قواعد البنية الأساسية التنمية الحقيقية لسيناء، من زراعات، من إسكان، من مشاريع اقتصادية، مصانع، من جامعات، من وسائل تعليم مختلفة، لربط سيناء وتاريخ سيناء الحضاري بالوادي، لأن احنا مش هنقدر نعمر سيناء إلا إذا كان فيها تواجد بشري، والتواجد البشري مش هيجي إلا من خلال المشاريع ومن خلال التنمية والبنية الأساسية الصحيحة، كي يسهل على المستثمر اللي يروح يستثمر في سيناء اللي يجد المرافق. كل ذلك يحسب للدولة المصرية انها قدرت انها تضع قدم للامن والامان في ارض سيناء، على وعلى ذلك مكافحة الارهاب المتآمرين على مصر في سيناء. بنقدر النهارده ان احنا نقول ان مصر قضت على الارهاب بنسبة 99%، والقضاء على الارهاب هو اساس التنمية، لان مناخ الاستثمار يبحث عن الامن والامان. ما يحدث على ارض سيناء من تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والتي رصدت لها الدولة المليارات لإقامة العديد من المشروعات القومية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على أرضها، فضلا عن حماية الأمن القومي وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المتكاملة وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب. اهلا بكم من جديد مشاهدينا. بنرحب مره جديده بالكاتب الصحفي احمد زغلول نائب رئيس تحرير جريده روز اليوسف المسؤول عن الملف الاقتصادي في الجريده. واحنا طبعا عندنا في سيناء قناه السويس اعظم نعمه يعني عندنا طبعا. فيعني حضرتك كلمنا عن يعني هذه النعمه العظيمه، وايه اخر اخبار ايرادات قناه السويس؟ طبعا احنا زي ما ذكرنا اللي هو 700 مليار جنيه اللي تم انفاقها على منطقه سيناء ومنطقه القناه خلال
من السنوات اللي فاتت، وكان من ضمن طبعا او من اهم المشروعات اللي تم تنفيذها اللي هو مشروع قناه السويس الجديده او التفريعه الجديده لقناه السويس. في ناس كثيره جدا كانت بتقلل من اهميتها، ولكن الواقع بيقول انه احنا سنه بعد الثانيه هذه التفريعه او هذه القناه الجديده بتثبت انها اهميتها كبيره جدا، وانها بتساعد في انه ايراد قناه السويس ينمو سنه بعد الثانيه. النهارده هيئه قناه السويس اعلنت انه الايراد بتاع قناه السويس الشهري حقق مستوى تاريخي وكسر كل الارقام القياسيه اللي تم تسجيلها قبل كده، وصل ل 704 مليون دولار في الشهر اللي فات. ده طبعا رقم كبير جدا. احنا لو بصينا لو خدنا الرقم ده على مدار سنه هنلاقي انه ممكن لو حققنا نفس الرقم ده على مدار سنه هنلاقي ان الايراد ممكن يوصل لما يقرب من 9 مليار دولار، وده رقم كبير. احنا كنا بنحقق 5.5 لما الايراد زاد بقى 6 مليار دولار. فاذا المشروعات التنميه قناه السويس في اعتقادي انه ساهمت بشكل كبير جدا في انه الايراد يزيد لهذا الرقم اللي تم الاعلان عنه. وفي اعتقادي انه زياده ايرادات قناه السويس ده مهم جدا خلال الفتره الحاليه. احنا بنقول ان احنا عندنا ازمه عمله اجنبيه طبعا نتيجه المشكله الروسيه الاوكرانيه واللي القت بظلالها على اقتصادات العالم بصفه عامه. فكل الايرادات بتاعت قناه السويس بتزيد، فده بيساعد الدوله في انها يعني تفي باحتياجاتها او بجزء من احتياجاتها من النقد الاجنبي. طبعا ده خبر مهم جدا ومرتبط بشكل كبير جدا بالتنميه في سيناء ومنطقه السويس بصفه عامه. بالنسبه يعني كل المشروعات مشروعاتك قناه السويس والدخل عموما يعني. لا طبعا ده المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس احنا لو هنتكلم عنها بشكل عام طبعا في نمو كبير جدا في حجم الاعمال المنفذ فيها، لانه هذه المنطقه نقدر نقول خدميه للمستثمرين بشكل كبير جدا. بيتم طبعا تهيئتها علشان نقدر نجتاز المستثمرين واستثمارات كبيره جدا خلال الفتره اللي جايه. احد المشروعات اللي احنا بنتكلم عنها مثلا في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس واللي حضرتك يعني بتلقي الضوء عليها وهي منطقه مهمه جدا ولازم نتكلم عنها برضو، مشروع الهيدروجين الاخضر. من كام يوم برضو الدوله وقعت مذكره تفاهم مع شركه هنديه علشان يتم تنفيذ مشروع كبير جدا لانتاج الهيدروجين الاخضر بمنطقه العين السخنه. ده هتكون حجم استثماراته في حدود 8 مليارات دولار استثمارات لهذا المشروع. طبعا مشروع الهيدروجين الاخضر واحد من المشروعات بتاعت الطاقه النظيفه اللي هيتم يعني التوسع فيه في مصر وفي هذه المنطقة اللي هي منطقة السويس بشكل كبير جدا خلال الفترة الجاية، لأنها منطقة مؤهلة ليه. فاعتقادنا هتكون مهمة علشان نقدر نوفر الوقود بتاع السفن بشكل كبير جدا خلال الفترة الجاية، بعيدا عن الوقود التقليدي اللي بيتم تنفيذه أو اللي بيتم استخراجه يعني. فالمشروع الهيدروجين الأخضر ده أيضا هيكون له أهمية كبيرة جدا بالنسبة لابناء منطقة سيناء بصفة عامة، لأنه هيبقى مشروع ضخم 8 مليار دولار هيتم انفاقها عليه. ففي اعتقادي انه يكون مشروع طبعا هو الاول في مصر، واحد من المشروعات اللي هي اللي يعني نقدر نقول بدايات لهذا المشروع كمان في العالم. يعني في العالم بيتم تنفيذ مشروعات للهيدروجين الاخضر ولكن لسه على نطاقات يعني ضيقه، ولكن التوسع فيه خلال الفتره الجايه. مصر كانت من ضمن الدول اللي يعني ليها نصيب طبعا، لان احنا عملنا دراسات على هذه المنطقه وثبت انها قادره انها تعمل او توفر هذه الطاقه يعني. يعني احنا في الحقيقه يعني كل الامنيات بان دايما سينا تبقى في المقدمه، واحنا لا يسعنا في ختام هذا اللقاء الى ان نتوجه بالشكر للكاتب الصحفي الاستاذ احمد زعلون نائب رئيس تحرير جريده روز اليوسف المسؤول عن الملف الاقتصادي في الجريده. شكرا جزيلا لحضرتك. في نهايه حلقتنا هذه التحيات كريمه قبلانين رئيس تحرير، المخرج سامر كمال، اسره استوديو 2 تحياتي حنان عبد الحليم، بكره ان شاء الله اسره عمل جديده ولفات. شكرا لحضرتك.